بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على تنظيم هذا المؤتمر الصحفي أمام سفارة البحرين في لندن للتعليق على الفيلم الذي أو البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا. هناك أمور مقلقة عديدة أشار إليها الإخوة والأصدقاء الذين تحدثوا، ولكن هناك أيضا جوانب أكثر إزعاجا ليس فقط لنا كمعارضة ولكن للشعب البحريني. فأولا هناك انتهاء وانتفاء للعلاقة بين الشعب والحكومة، وهذا ما أثبتته ثورة 14 فبراير العام 2011 حيث استمرت حتى الآن، وما تزال مجموعات شبابية تخرج بشكل شبه يومي في العديد من المناطق، وهذه الاحتجاجات تؤكد أن الحراكة لم يكسر ولم تستطع القوات التحالف السعودي الإماراتي البريطاني الأمريكي القضاء على روح هذا الشعب وعنفوانه. المسألة الأخرى أن هذا البرنامج أظهر أن هناك علاقة مريضة جدا بين الحاكمين، بين العائلة الحاكمة الخليفية وبين شعب البحرين. عندما يتآمر هذا النظام مع منظمات إرهابية يفترض أنها غير موجودة في البحرين، يفترض أنها خارجية، ويفترض أنها على اللائحة السوداء الدولية، ويفترض أنها تعتبر عدوة للتحالف الذي ينتمي إليه النظام. عندما يستعين بهذه المجموعات على الشعب، عندما يستعين بها لتصفية مواطنين، فهذا يعني أن أي مواطن لا يشعر بالأمن، ويفترض أن أي دولة وأي نظام سياسي أول مهماته توفير الأمن لمواطنيه. فإذا كان مصدر تهديد الأمن هو النظام بتسليطه الأجانب على المواطنين كما فعل عندما استدعى التحالف السعودي الإماراتي، وكما يفعل الآن حسب ما أكده هذا الفيلم بأنه يستدعي تنظيم القاعدة للاستعانة بها على المواطنين، فهذا يعني أن العلاقة الأساسية، جوهر العلاقة، جوهر المهمة التي يفترض أن تقوم بها الحكومة قد فقدت، غير موجودة، لأن هذا النظام لا يوفر الأمن لمواطنيه. أيضا عندما تؤكد شهادات الذين شاركوا في البرنامج ممن هم محسوبون على النظام بأنه يعني هذه الأجهزة استلمت أوامر بالاعتداء على الدوار أولا، وبأنها ستواجه إرهابا وستواجه أسلحة، ثم تكتشف أنها لم تواجه إرهابا ولم تكتشف أسلحة، وأن هؤلاء الذين قتلوا إنما هم أبرياء، فهذا يعني أيضا أن هناك حالة حرب أعلنها النظام ضد الشعب. هذه حقيقة، ليست دعاية وليست شعارا، بل هي حقيقة. المسألة الأخرى أيضا التي أكدها البرنامج أن هناك تآمرا مع مجموعات أخرى ضد دول إقليمية، وهذا ما ليس في صالح البحرين. البحرين بلد صغير، لا يعني ليس من مصلحته ولا من مصلحة شعبه أن يتآمر على الآخرين، ليس من مصلحة شعب البحرين أن يتآمر على أي دولة، على أي دولة أخرى خارج الحدود، فما بالك بأن يبعث بأشخاص ويمولهم للتجسس والعمل داخل أراضي إيران. هذه ما المصلحة التي سنجنيها نحن كمواطنين من هذا الأمر؟ المسألة الأخيرة أيضا التي يمكن استنتاجها من هذا الفيلم أن حالة الترصد وأيضا الكيدية للمواطنين والإمعان في القتل، كما ذكر أحد الذين أدلوا بشهاداتهم وهو الأستاذ محمد بوفلاسة، أن استهداف المواطنين بالقتل مباشرة على أيدي القوات الأمنية والقوات الجيش هو أيضا أمر مناف لمستلزمات الدولة التي يفترض أن تحقق الأمن والاستقرار في البلاد. وعليه فإن هذه شهادة ليست من المعارضة، هذه المرة الشهادة ضد النظام ليست من المعارضة، ليست من ضحايا التعذيب،
وليست من عائلات الشهداء الذين سقطوا إما تحت التعذيب أو بالرصاص الحي، وإنما هي من جهات محسوبة وقريبة من النظام. ويفترض يعني حسب النظرية التي بثها النظام في العالم، يفترض أن هذه الجهات داعمة للنظام، يعني جزء منه، يعني سواء داخلية أو خارجية، سواء هذه الجهات هم من الأشخاص الذين البحرانيون الذين أدلوا بشهاداتهم، أو ممن هم محسوبون على تنظيمات أخرى. يفترض أن هؤلاء جميعا متعاطفون مع النظام، لكن يبدو لي أن السيلة بلغ الزبا، وأن هناك طفح الكي، أن الكي قد طفح، وبالتالي هؤلاء هم أنفسهم لم يستطيعوا إخفاء شهاداتهم، لأنهم ربما شعر بعضهم بوخز الضمير، ربما شعر بعضهم أنه استغل لهدف غير أهدافه، ولا يستفيد من هذه الأمور شيء، أو أنه طلب منه أن يبيع دنياه دينه بدنيا غيره، أنه يدفع ثمن دينه، ثمن التزامه بالدين، ثمن طاعته لله، من أجل أن يتمتع الآخرون بدنياهم. فما هي الفائدة التي يجنيها في هذه الدنيا، خصوصا إذا خسر الآخرة باستمرار في دعم الظلم، في دعم القتل، في دعم الإرهاب، في دعم التنكيل بالمواطنين. لذلك هذا الفيلم هو شهادة محايدة لم تنطلق من الذين تأثروا وتضرروا من النظام، بل انطلقت من أفواه أشخاص ربما استفادوا من النظام ولم يتضرروا منه. وبذلك فأعتقد أن من الضرورة بما كان أن يقرأ هذا الفيلم من قبل الجهات التي تدعم النظام، سواء في لندن أو في واشنطن أو في الرياض أو في أي مكان، من أجل اتخاذ موقف، لأنه من غير المعقول استمرار نظام مارق بهذا الشكل متحكما في مصير الآخرين. the program that had been broadcast by Al Jazeera 2 weeks ago about the situation in Bahrain is an indictment of the regime of Bahrain. It is an evidence provided not by the opposition, not by the people of Bahrain themselves, who are the victims of all the atrocities and the bad policies of the regime, but by people who are part of the regime itself, who are either employees, officers, or friends. Yet their evidence has suggested and has confirmed that extrajudicial killing had taken place, that the regime had cooperated with the terrorist organizations, including Al-Qaeda, according to the testimony of one of its leaders, that the regime had also asked and called on these groups to assassinate local dissidents, local opposition figures, which is something outside the remit of any government. No government has the right to target innocent civilians. No government has the right to exercise and to practice extrajudicial killing, because if that happens, then justice evaporates, justice appears. You cannot maintain and uphold justice except in the law of course. And you cannot kill people or detain them or do anything to them without the being tried in a court of law. And the absence of the court of law in this situation indicates that the regime abides by no norm, no convention, no law, no international agreement, and that makes it a rogue state. The regime we have is a rogue one, and a rogue state will always be a source of instability to itself, to its people, to the region, to the world. Our world does not and cannot tolerate a rogue state, whatever that state may be, and regardless of its allegiance and alliances. So the Al Jazeera program had provided an irrefutable evidence that the regime of Bahrain had been engaged and had engaged in unlawful practices
in unlawful alliances, in illegitimate targeting of innocent people, in extrajudicial killing, in fomenting and inciting both terrorism and sectarianism, in addition, of course, to extremism. All these concepts and notions are alien to our culture. They are not part of the culture of the Bahraini society, which is peaceful, which is loving, which is law-abiding, which loves humanity, which loves life, which loves other, which loves other people and loves the whole world. So, in conclusion, I would like to suggest that those who have good relations and good links with the regime come forward and take the regime to task and ask it, ask this regime about the contents of this program. It is not provided by the opposition. It is not allegations. These are facts based on personal testimonies by people or from people who are allied to the regime and who have nothing to win or to gain from giving an evidence that helps the people or the opposition. So these people must be taken seriously. Their evidence must not be ignored. Must whatever the regime says, it may go and try to assassinate the characters of those who are in the film. But at the end of the day, there is an argument there. There is an evidence. And there is, there are facts and figures, and they cannot be just brushed aside. They must be taken seriously. Otherwise, everybody's interest and life and security will be in jeopardy. This is what we do not want. Bahraini people do not want it. The international community must not tolerate it. Thank you. The opposition has always felt that they are threatened inside Bahrain and outside. In this country, members of the opposition have been targeted in the past. Here, just here, along this pavement, this man was lying down, sleeping at 2 o'clock in the morning when hot water was poured from up there. So that is just one of many. He and this gentleman here were beaten up some 10 years ago, in 2010, I think, or nine, okay? Somebody's house was arsoned. So we always feel threatened. We always feel for our safety. Of course we do. We are very frightened about, especially about what the regime can do with us. We take some precautions, but we feel threatened physically because it happened. We are not just living in fantasy. But these attacks had happened, and the police have records of these attacks here. Unfortunately, nothing was done against this embassy, but the reality is that we were threatened. Well, not we were threatened, but we were attacked, we were abused, we were beaten up. So these revelations makes us even more. Imagine that your government, your ruler, pays millions to ISIS or to Al-Qaeda to go and kill you. How would you be able to sleep? So we are really and seriously frightened for our own safety, our own lives. Of course, that will not deter us from pursuing our peaceful goals, peaceful, civilized goals. But at the same time, each of us always thinks about what is going to happen to him tomorrow. Will he be killed? Will he be become target for those groups that have been hired by the regime, by the killer squads in Bahrain, who have been they have been called the death squads in Bahrain, who killed many people. Many people were killed. So we are not different from those people who were targeted and assassinated inside the Bahrain, and one and outside. One of them was in 2014 or 2015. Who was assassinated in Kuala Lumpur, in Malaysia, called Hussein Najadi. He was a banker, and he was assassinated because he had problems with the
members of the government when he was the head of a bank in Bahrain. So he was targeted and assassinated. So we do really feel for our own safety.